طيب افضل منتخبين وهو بالفعل المغرب والجزائر حتى الان، حتى الان مدرب وطني ومدرب ومدرب اجنبي، ايه الافضل؟ يعني الاختيار جمال بالماضي في الجزائر عامل تجربه هايله جدا، هيرفي رينار في المغرب عامل تجربه هايله جدا، الانسب للعرب ايه، الاجنبي ولا الوطني؟ اشوف يا استاذ ابراهيم، واحنا دائما طبعا كنا دائما احنا كان سندوا المدرب الوطني طبعا. انا بقول لك عشان احنا في مصر نعمل ايه، نجيبوا اجنبي ولا نجيبوا وطني؟ لا شوف، انا في رايي، لان كيف قلت من قبل، انا ما كان بغيش نستعمل كلمه مدرب، ناخب افضل، لانه ناخب اصلا يعني ما كيجي منتخب كي فترة من الفترات، أربع أو خمسة فترات في السنة بكيجمع منتخب لاعبين من أبرز اللاعبين ديال البلد. هو لا يدرب، لا يدرب، إنما يدير. يدير الله يعطيك الصحة أستاذ، يدير. لما كتكون تعرف تدير واحد النخبة من اللاعبين أو من نجوم كرة البلد، خلاص المشكل تحل. انا اظن بانه جل اللاعبين او المدربين المحليين عندهم نقص من هذا الجانب للاسف. يعني انت محلي الا اذا لقيت رينار او اجنبي الا لقيت بالماضي. لا عرفتي علاش؟ لانه إيرفي رونار اشتغل في افريقيا ازيد من 10 سنوات، صحيح جدا في افريقيا، كان مع كلود لوروا يعني صحيح. كان مساعد وخد تجربة كبيرة في القارة الإفريقية، وتعرف على الكرة الإفريقية وعلى جل اللاعبين في إفريقيا، وحتى على طريقة والنهج ديال كل تقريبا المنتخبات، وفاز يعني باللقبين في 2013 أظن و 2015 مع زامبيا والكوت ديفوار. هذا أعطاه واحد نوع من الارتياح. هو داخل الفرق اللي مرنها خد معاه بطولة. صحيح صحيح. هو المغرب هيستغنى عنه بعد البطولة؟ هو عقده يخلص، بس ما مش معنى كده انه هيستغنى عنه ولا لا؟ طبعا لا، هو إيرفي رونار عنده عقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حتى 2021. ولكن كاين هناك في 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 بند مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في كل تظاهرة بحال كأس إفريقيا يتواجدوا مع بعض ويقروا نزيد او في انباء انه قد يظهر في الدوري المصري. انا سمعت هذا الكلام، نادي بيراميدز بيفاوضوا مفاوضات جديده. سمعت هذا الكلام وسمعته من واحد من اقرب من إيرفي رونار. ولكن إيرفي رونار هو صراحه احنا بالنسبه لنا كمغاربه وك يعني كجامعه ملكيه الملكيه لكره القدم، وانا عضو في الاتحاد، عضو تنفيذي، احنا يعني نتمنى يستمر. طبعا ولكن هو رينار يعيش يكرر تجربه جوسيه مع الاهلي، مدربين ما تتخيلهمش يبعدوا عنك. بس يعني كيف كنقولوا الان، هو الكره في عند إيرفي رونار، هو اذا كان عايز يعني يكمل مع الاتحاد، احنا على الرحب والسعاده، احنا غنكونوا سعداء، ولكن يعني الباب مفتوح.